السلام عليكم سي سلام اخويا، كيف حالك؟ وليداتك؟ العائله كل شيء لاباس؟ تبارك الله عليك، وكنشجعوك ورحنا بجنبك ان شاء الله على جميع المستويات والتجاه عفوا جميع الجهات. المسار ديالك راه مع ديما قول تبارك الله احسن الخالقين، الكل ينادي بشده على المستوى العالي ديالك وديال الفريق. المهم نصيفط لك واحد الميساج دابا واحد في الواتساب، راه الحمد لله والحمد كنتكلم معك بلاغ رسمي ومصدر موثوق منه جدا. قبل اللي يلوحوا لي عيطوا لي الاصدقاء هذا الصباح، هذا قال لك جهات عليا ومختصه في البلاد دخلت في يعني في المشكل ديال الشان الكروي ديال الراجا الجديده، ناهيك عن امور اخرى حتى هي. المهم هذا الشيء كيفرح بزاف، وباش عرف الناس راه تبارك الله في جنبك وبجنبنا، والله يوفق الجميع. وكنتمنى لك اخويا النجاح في المسيرة المهنية ديالك. السلام عليكم. سنفتخر به. السلام عليكم سي حميد، بخير؟ لاباس عليك؟ كل شيء بخير اخويا. تنشكرك بزاف على التواصل ديالك، بارك الله فيك. يسمح لي راه ما تيكونش الوقت، داكشي علاش ما تنجاوبش معاك ديما خويا. حنا راه هادشي عندنا اليقين فيه، لان المسار ديال الفرقة فهو خلع بزاف ديال عباد الله. وحنا انت تتشوف راه جميع المباريات اللي خدنا كنطلبوا من اللعابة انهم ما يديروش شي تصرف وما يخرجوش بشي كلام اللي يستفز الجمهور ديالنا، لان حنا عارفين الجمهور ديالنا كتير، عارفينه كبير وعارفينه يقدر يدير اي حاجه. احنا اهم حاجه بالنسبه لنا هي الامن والاستقرار، ونحافظوا على الصوره الحضاريه ديال كره القدم المغربيه، رغم ان هاد الاستفزازات كامل اللي تدفعوا اليوم وحدين، واللي ما عرفناهمش شنو باغي، لان هادشي اللي تيديروا فيه راه صعيب، صعيب بزاف. حنا نهار ربحنا الوداد بربعة، قصيناهم فاش درنا 4-4، جمعت اللعابة في الفيستير وقلت لهم الله يخليكم، حنا المغاربة تيقولوا اللي غلب يعف، وحنا غلبناهم والله يكون في العون. ما نهضروا عليهم، نهضروا على فرقتنا، نهضروا على جمهورنا، نهضروا على روسنا، وخليهم هما في داكشي اللي فيهم. اكشتي موراها خرجوا حقا المنشطات داروا لجنة المنشطات، خرجت لجنة المنشطات جو سيمانات عينهم في متولي، عينهم في الدراري ديالنا، قال لك ما يمكنش هاد اللعابة اللي كانوا تيجروا في رجليهم يديروا هاد المستوى. قلبوا وجراوا وطاحوا وناضوا، داروا لنا الكونترول المتولي والسند الورفلي في الكونغو، ما لقاو والو. من بعد منا ما بقاش لجنة المنشطات، ما بقات الله قال لك حقا حيت ما كاينش الفلوس وكذا. ها وحده موراها هما حاربونا في الميركاتو، مجموعين كاملين بالفلوس بالاتصالات بكل شيء، ومن بعد ملي ما صوروا والو دابا الفرقه تتخلعهم. هما دابا ولاو غير تيضربوا لنا الدراري باش ما نلقاو باش نلعبوا. هو فين الكره؟ فين هي؟ حنا مشينا نمثلوا المغرب، حنا واش مشينا نمثلوا روسنا؟ فاش مشينا للجزائر، حنا مشينا للجزائر لعبنا مع جوج فراقي، اكبر فراقي في تاريخ الجزائر، وجوج الفراقي اللي هما اللي تيحتلوا الصداره ديال بطوله الجزائر، مشينا نلعبوا معاهم، خشاو لنا ماتش وسط منهم. حاله استثنائيه هذه ديال الرجاء، ما عمر شي فرقه ما كان عندها جوج ماتشات في بلاد وحده وخصها تجي للمغرب تلعب وترجع عاوتاني لهذيك البلاد باش يخشيو لك هذاك الماتش وسط السيمانه. احشومها صح، بحال حنايا ما اش غنمشيو نمثلو؟ واش تي التصريحات داكشي دول المستوى اللي خرجوا به، ولا هما واقعين في التناقض وواقعين في عدم احترام السياده ديال الملك والسياده ديال البلاد وكلشي. ودابا انت مصيفطين جيد جيد، صافي مشات لي مصداقيه، خرجوا عليه. كان عندنا حكم واحد تنفتخروا به وتنعتزوا به، هما حيدوا لي المصداقيه ديالو البارح، حتى واحد ما بقى تيحملو، ماشي غير الرجاويين، كلشي المغاربه تيقول لك حشومه داكشي اللي دار، مفضوح داكشي اللي دار. هاد الناس فين غاديين بهاد الكره؟ واش الكره دايرينها باش يكون واحد الاستقرار، واحد
واحد فين نلقاو واحد المجال فين نلقاو الناس فين انهم ينشطوا ويضحكوا ويشوفوا الراجل دابا من وصل لهذا المستوى وما ولاو باغيين الحرب. ما فهمتش انا اخويا، والله يكفينا شرهم اخويا، الله يحفظ. شكرا اخويا، تبارك الله عليك.